هذا التعاون سيتعزز اليوم أكثر من خلال إمضاء اتفاقية ثانية تتضمن تطوير وعصرنة القطاع لإنجاز المعدات والتجهيزات المحلية من سفن ووسائل الصيد كالأقفاص العائمة والتي تشجع على التحكم في صناعة الأعلاف وتسيير مزارع تربية المائيات عبر أنظمة ذكية. نستطيع ولا لمينا القدرات الموجودة في الجامعة في التكوين المهني، في التكوين المهني في القطاعات الأخرى المرتبطة، نقدر اليوم نكون هذا الصرح ليسمح أننا نستوعب هذه التكنولوجيا حتى لما تجي من أطراف أخرى.